واحد النقص في عدد الأطباء المتخصصين في هذا التخصص. تهني عام الهجري المبارك 1446. يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأجمل المتمنيات. نسأل الله العلي القدير أن يجعله عام خير وسعادة ونماء، وأن يطهر نفوسنا من كل دنس وكرب، وأن يمن على أطفالنا بالصحة والعافية من كل وباء ومرض. ونتقدم بخالص العزاء والترحم على الفقيدة دلة لطيفة والدة عاهل بلاد الملك محمد السادس نصره الله، سائلين الله أن يتعمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. نطلب جمعية أطباء الأطفال الاستشفائيين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بوجدة والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة. يجدر بنا الذكر أن هذا الحدث هو سابع نشاط علمي تنظمه جمعية الفتية منذ تأسيسها في شهر نوفمبر 2023، وكان آخره اليوم التحسيسي حول مرض السيليا الذي نظمناه الشهر الماضي. حالياً معقداً ومؤثراً، كل تشخيص وكل علاج وكل تقدم نحققه يؤثر بشكل مباشر وعميق على حياة مرضانا الصغار وأسرهم. Beaucoup plus pour l'enfant parce que le Maroc était mal classé à l'échelle internationale. On va voir un petit peu l'évolution des choses à grands pas, sûrement, mais c'est grâce un petit peu à la contribution de tout le monde. حقيقة لعظيم الشرف أن أكون ألقي هذه الدعوة لأختي وزميلتي الأستاذة ركاين رئيسة قسم طب الأطفال. حقيقة الجمعية هي رغم أنها فتية ولكن نشيطة جدا، لأن كاين دابا تقريبا واحد 7 ديال الأنشطة اللي نظمتها هذه الجمعية، وهذا الشيء ماشي غريب على الأستاذ ركاين وعلى الفريق ديالها، فريق العمل ديالها من أساتذة وأطباء، ودائما تبهرنا وتفاجئنا بهذا المستوى الرائع من الأنشطة، وكل هذا بطبيعة الحال من أجل الرقي بهذا التخصص اللي هو طب الأطفال. وكما يعرف الجميع أن هذا التخصص يعرف في المغرب بعض الصعوبات في الانتشار وفي خصوصا التعريف بهذا الاختصاص، أن كما نرى أن الطفل يعالج في جميع المناطق. هذا النوع من الأنشطة ونتمنى في هذا الحال كل التوفيق والنجاح لهذا اليوم الدراسي. En tout cas, cette année, c'est la 35e. Qu'est-ce qui est plus ancien que les journées du Star? C'est les journées d'internat de l'hôpital Calabessin. Ce sont les seules journées qui sont plus anciennes. Il y a aussi d'ailleurs un challenge de la coussée, un challenge de la chimie, de la salle. Je crois que dans le travail de l'éthage, on a de la déglutition. Une infection rare qui touche environ 1 sur 100 des enfants, améliorer les infrastructures de santé pour un diagnostic précoce et précis du diabète de type 1 chez les enfants. La protection peut enseigner par nos objectifs, par la suite de présenter des matériels et méthodes pour se pencher sur ce site. Le déficit pense que l'OVID a 21 ans. Donc, c'est d'écrire le profil.
السيده ماريا ركاين استاذه طب الاطفال بكليه الطب والصيدله بوجده ورئيسه قسم الاطفال بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجده وكذلك رئيسه جمعيه اطباء الاطفال الاستشفائيين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجده. اليوم كنتواجدوا في كليه الطب والصيدله في هذه المناسبه العلميه الهامه اللي كتمثل النسخه الاولى من اليوم الدراسي حول امراض الجهاز الهضمي الغدد الصماء وكذلك مدى مرض السكري لدى الاطفال اللي كتنظموا الجمعيه ديالنا اللي هي جمعيه اطباء الاطفال الاستشفائيين بالمركز الاستشفائي محمد السادس بوجده. هذا الحدث اللي كيجمع نخبه من الاطباء والباحثين والمهتمين بصحه الطفل، والهدف ديالنا من هذا اليوم هو واحد توفير واحد المنصه لتبادل المعرفه والخبرات اللي كتساعد على تقديم رعايه صحيه افضل بالنسبه لوليداتنا ديال جهه الشرق. خلال الجلسه الاولى كنحاولوا نناقشوا واحد العروض مهمه مثل الارتجاع المرئي سي لو غوفلو غاستروزوفاجي عند الرضع وكذلك مرض الويلسون عند الاطفال وكذلك الاسهالات الحاده المعديه. هذا بالنسبه للجلسه الاولى. وبالنسبه للجلسه الثانيه كنطرقوا للموضوع الغدد الصماء وكذلك مرض السكري عند الاطفال مع مداخله حول السكري من النوع الاول كيفاش كنتعاملوا معه وكذلك موضوع السمنة لدى الأطفال ما هي المضاعفات القلبية والوعائية. وكنشكر من خلال هذه الندوة كنشكر أولا جمعية أطباء الأطفال الاستشفائيين على جميع المجهودات اللي كتقوم بها من أجل الرفع من صحة الأطفال وكذلك الرفع من لافورماسيون كونتينيو عند الأطباء بصفة عامة. كنشكر كذلك كلية الطب والصيدلة بوجدة وكذلك مركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، ولا ننسى بالذكور الحضور الكريم وكذلك جميع الأطباء والأساتذة اللي كيتواجدوا معنا في هذه الندوة. وشكرا.